الفقرة التالية من هذه الحلقة. اسطوانات الغاز، تحميلها، تنزيلها من وإلى المستودعات وتوزيعها للمنازل والطريقة الصحيحة لتركيبها. العقيد عمر دنديس من الدفاع المدني سيحدثنا عن هذا الموضوع. العقيد عمر دنديس. كثيرا من الأخوة المواطنين وربات البيوت بالذات يتجاهلون ويخافون من الغاز بشكل كبير. الغاز إذا ما كان تحت قبضتنا وتحت سيطرتنا فهو أمين وسليم التعامل معه، ولا يجب الخوف منه بعد أن تؤخذ كافة الاحتياطات. خلينا نشوف التعامل الخطأ والتعامل الصحيح في مع اسطوانة الغاز عند التحميل والتنزيل وعند التركيب في المنازل. يفترض أن يكون لكل موزع مستودع بعيد عن المناطق المأهولة مثل ما بنشاهد، موقع مستودع بعيد ما في بيوت جنبه، هناك طريقة اللي بنشوفها الآن طريقة سيئة في عملية التنزيل وهي رمي الأسطوانات، هذه طريقة خاطئة لأن في ذلك تعريض الأسطوانة للصدمات والخراب وتلف الصمام، وعلى الموزع أن يراقب عماله، هذا يعرضها إلى الخراب وخاصة الصمام لأنه هو علاقة الوصل ما بين الغاز. نشاهد على المستودع خطر ممنوع التدخين، يجب أن نتقيد بذلك. هذا التصرف الصحيح اللي يجب أن يتم وهو عملية المناولة، الحمل بالأيدي كما نشاهد، لأن في ذلك سلامة للأسطوانة. وهذه الأسطوانة تدخل كل البيوت حتى بيوت الموزعين والعمال في الغاز. نشاهد عملية التحميل، هنا عملية التحميل حسب الأصول كلها على القاعدة، والعدد المسموح الآن فيه أصبح 35 أسطوانة فقط، ويجب أن تكون مزودة بسيارة بطفاية. السيارة البيضاء البيكاب هي عملية تحميل خاطئة لأن الأسطوانات كلها فوق بعض وهذا لا يجوز. هذا التحميل الجيد وهذا التحميل الخاطئ، لأنه لو صار تنفيذ فيها صعب الوصول إلى الأسطوانة بنفسه. هنا عملية التوزيع على المنازل، واسطة البيكابات الصغيرة، الموزع هو السفير الذي يدخل كل البيوت، فيجب أن يكون يتمتع بكل الصفات الحميدة والحسنة والجيدة. العامل إلى النار المشتعلة يجب أن تطفأ، وإلى الطفل يجب أن يخرج، ما بيجوز يظل الطفل موجود أثناء عملية التعبئة. ركب ما انتبه لجلده ولا انتبه لتسكير ولا انتبه لأي أغراض أخرى، وهذا لا يجوز. أيضا قاعد بجرب بفحص